من سيصدق أن مديرية حي، والتي لطالما عرفت بأنها مهد مشعل الثورات التحررية خلال العقود الماضية، لا تزال حتى اليوم محرومة من أبسط الخدمات الأساسية كالطرقات والكهرباء والمياه والاتصالات، رغم انقضاء 5 عقود على آخر ثورة أشعلها بحثا عن مثل هذه الخدمات. فسكان المديرية الأكبر مساحة ضمن مديريات ساحل حضرموت، والتي تعد بمثابة البوابة الغربية للمحافظة المتخمة بالثروات، لا يزالون يعيشون في أوضاع مشبعة بالحرمان، فليس للدولة أي مشاريع خدمية فيها. فالكهرباء على سبيل المثال باتت فقط منحصرة على من يمتلكون مولدات كهربائية خاصة. صحيح أن حجرة توجد بها ما يقارب 5 محطات صغيرة لإنتاج الكهرباء، لكنها محطات أهلية ليس للدولة علاقة بها، ويصل سعر الكيلو واط الواحد إلى 100 ريال، فيما يصل سعر ذات الكمية في مدينة كالمكلا إلى 17 ريالا كحد أعلى، ما دفع بسكان المديرية الأشد فقرا إلى التخلي عن فكرة الحصول على الكهرباء. الكهرباء عندنا غالية جدا جدا، ولا نقدر أسدد أي فاتورة من قبل المواطنين. والكهرباء كاملة وهي واقفة حوالي أكثر من 2 سنين، مقفل حق من غلاء الديزل هذا وكل شيء فيها، الديزل هذا والمحركات. والأمر لا يختلف كثيرا بالنسبة للاتصالات المعدومة أصلا عن كافة أرجاء المديرية عدا عن شبكة الهاتف الأرضي، وهذه محصورة فقط على مركز المديرية. وكذلك الحال بالنسبة لبقية الخدمات كالصحة والمياه والطرقات والتعليم وغيرها، والسبب في كل ذلك الحرمان هو المركزية وفقا لما يقوله المسؤولون المحليون. طبعا كل المشاريع هذه سواء كان مشاريع طرقات أو مشاريع الكهرباء هي مشاريع مركزية، وتعرق لتنفيذ المشاريع هذه يعود إلى المركزية الحادة وعدم إعطاء صلاحيات كاملة سواء كان للمحافظة أو المديريات بتنفيذ هذه المشاريع. كما لا توجد في مديرية حجر شبكة اتصالات الهاتف النقال، ونطالب الأخوان القائمين في شركة اتصالات بتنفيذ هذا المشروع الحيوي كونه يعتبر شريان الحياة. هي أحلام بسيطة يحلم بها أبناء هذه المنطقة منذ أكثر من 50 عاما، تتمثل في الحصول على طريق معبد وكهرباء تنير لهم ظلمة الليل وقطرة ماء تصل إلى منازلهم دون مشقة وعناء، لكن أيا منها لم يتحقق. ويبقى السؤال، هل يجب على هؤلاء البسطاء أن يكملوا القرن ليحصلوا على هذه الخدمات؟ محمد اليزيدي لقناة بلقيس، حجر حضرموت.